لازم نقنع فتون. نحن لازم نعمل كل جهدنا، بس كمان ما لازم ننطر القناة كتير. يعني لازم نقنع فتون من جهة وما ننطر القناة من جهة تانية. يعني لازم أقنع فتون وحل الموضوع من غير أي مشاكل. شو عم تساوي؟ عم سجل ملاحظاتك. وقاعدة عم بتطقي بالعلكة قدامي؟ شو فيها؟ أنتي فهمانة شو عملتي؟ لا هنادي خلص. العلكة ممنوعة، ممنوع من عم بدها نشوف علكة بتم أي حدا بالشركة حتى إشعار آخر، مفهوم؟ بلعيها لشوف، بلعيها، بلعيها، زلطيها، يلا، يلا، بلعيها. بلعتها يا خانم. إن شاء الله مجاري لهنا. إيه، وهلا شو اللي سجلتي عندك؟ يلا قولي لي لشوف. لازم يتم إقناع فتون، ورح نماطل القناة، وإذا راح الشغل بيجي غيره أكيد. جيهان بتعرفي شو؟ أكيد ما بتعرفي. بصراحة أنت مالك لزوم بهالمكتب أبداً. ليش؟ طلعي طلعي. بتأمريني أعمل أي شي تاني لحضرتك هنادي خانم؟ طلعي لو برا، طلعي وحاولي إنك تعملي شي مفيد للبشرية، بس ما تضلي هون. وقفي بالزاوية وعملي حالك شمعة. حاضر هنادي خانم. طلعي طلعي يلا. فتون رح تجيب آخرتي، أكيد رح تجنني. لك أنا بقلها أنت عن قريب رح تصيري النجمة تبعي، ورح خليكي نجمة مشهورة. وهي بتجاوبني لازم فكر هنادي خانم. لك أنت بشو بدك تفكري؟ بشو فتون؟ أنا عم فكر مكانك أنت، لشو توجعي راسك بهيك أمور؟ نعم هنادي خانم. ألو فتون حبيبتي، كيفك؟ وكيف البيبي؟ منيح، كيف بده يكون؟ بيبي مثل غيره. دخيل قلبه أنا، دخيل قلبه أنا، ما شاء الله. حبيبتي من كم يوم حكيت لك عن برنامج تلفزيوني وقلتي لي إنه رح تفكري بالعرض، شو صار معك؟ أنتِ شو قررتي؟ فكرت بالموضوع، بس هنادي خانم أنا ما رح أقدر وافق على العرض. فتون اسمعيني منيح، عم بقول لحالي يا بنت ضلي ساكتة، بس أنتِ غبية شي؟ كيف؟ أنتِ غبية شي؟ الست رفيف طالعة وعاملة مقابلة طويلة وعريضة وماسحة فيكي الأراضي، مزبوط؟ ومو بس هيك، حاملتلي قصة الأمومة ودايرة فيها، وانتي لسه أنا ما رح أقبل وما بعرف شو. ليش ما رح تقبلي؟ ليش ما رح تقبلي؟ أنا اللي واقفة بظهرك فتون، أنا اللي عم ساعدك. هنادي على سن ورمح أنا، بدل ما ضلي قاعدة بالبيت مثل الهبلة لازم تقومي على الشغل. طبعاً ايه معك حق، وكتير كمان هنادي خانم. طبعا انا موافقه اشتغل. بس شو كان العرض؟ المهم شو ما كان ما بيهم، انا قبلانه فيه وخلص مثل ما بدك. هلا رح يعرفوا مين فتون. ها برافو عليكي فتون، برافو برافو. هي فتون اللي انا بعرفها وبحبها. اسمعي لقلك، انا رح اخذ لك موعد عند الكوافير بكره، اوكي؟ ما تتحركي من مكانك ابدا، لانه انا رح ارجع اتصل فيكي. بوسات. امرك مطاع هنادي خانم. والله كأنه صحصحت شوي عن جد، هالمخلوقة كأنه تنفض مخ البني آدم وبترجعه خلنج وبتخلصه من الكركبة. والله يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.